السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم أمرا وموضوعا مهما جدا. كم المدة بين جلسات الليزر المختلفة؟ قبل عدة أيام قام شخص اسمه أحمد بمراسلتي من مدينة أو من دولة مصر الحبيبة، والذي يتساءل كم المدة بين جلسات الليزر. بداية أعزائي، بالعادة أو في أغلب الأحيان تكون الفترة بين الجلسات متباعدة نوعا ما، أي من 3 أسابيع إلى 8 أسابيع، وذلك يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على المنطقة المرادة علاجها وعلى طول دورة النمو. فبالتالي فالوجه عادة ما يتطلب جلسات متكررة من 3 إلى 4 أسابيع، في حين تتطلب الساقين أقل عدد من الجلسات، وينبغي نصح المريضة بالانتظار 6 أسابيع على الأقل، وهذه المدة التي تكون نوعا ما مفضلة.